شمس اساسا نسيت انها ممثله، يعني هي بقالها من سنه 80 81 لغايه دلوقتي كام سنه، فهي حياتها وحبها لبيتها واولادها وجوزها اهم من اي حاجه، وبنتها هنا وتشهد عليها بكده. هي تحب المطبخ قوي، كمان بتحب المطبخ اكتر مني. يا بخت حضرتك، مش كده يا ناري؟ وحياتها تبقى سعيده قوي في بيتها، تعالي كلمي الغرفه، سعيده قوي في بيتها مع اولادها ومع الميكروفونات. نريمان بالمناسبة مقيمة في لندن ومتجوزة الحمد لله، بس بتتجوز في السنة أربع مرات. دي المرة الأولى. وما بتحبش الأضواء. وما بتحبش الأضواء. ما تتكلمش عليا يا بابا.